أيضا لم أطلق العنان لهذه المشاعر حتى تسيطر علي. قررنا أن تكون فلسطين في إطار برنامج فيفا بالستاين، وهو برنامج خاص بالسينما الفلسطينية يركز على القصص الإنسانية من فلسطين، أفلام صنعها مخرجون عايشوا التجربة والأحداث في فلسطين من غزة ومن رام الله ومن القدس. المبادرة مشروع فيفا فلسطين يحمل زاويتين أساسية. أولا أن تكون كل العروض المسابقة الروائية الطويلة، قبل بداية العرض هناك فيلم فلسطيني قصير، وهذا كتحية من العنابة لهذا البلد العظيم وهذا الشعب العظيم. أهمية عرض فيلمي في الجزائر أهمية كتير كبيرة، لأنه بربطنا بالشعب الجزائري كشعب فلسطيني رابط قوي جدا، له علاقة بمجابهة الاستعمار الاستيطاني. فنحن لأن الجزائر تعد نموذج نقتدي به، وتضامن شعبنا الجزائري معنا نحييه ونعرف وندرك أهميته في غزة وفي الضفة الغربية وكل فلسطين المحتلة. بالنسبة لنا كمخرجين وصانعين أفلام من فلسطين، مهم جدا بالنسبة لنا أنه القصص والأفلام اللي بنرويها أنها توصل للناس بزخم كبير، خاصة في ظل الظروف الحالية. قبل قليل كان في عرض لفيلم اسمه بنك الأهداف، وهو فيلم من غزة تم تصويره وإنتاجه بال 2021، ومخرج الفيلم مش موجود معنا اليوم لأنه استشهد في شهر أكتوبر من العام الماضي، يعني بعد اندلاع الحرب والقصف العشوائي التي شنته دولة الاحتلال على أهلنا في غزة. أنا اليوم أنا وزوجتي سميرة الأسير ممثلة فلسطينية، وأنا الممثل مجد عيد، جينا على مهرجان عنابة بدعوة كريمة من المهرجان، ونشكر المهرجان على تسليط الضوء هاي السنة للسينما الفلسطينية، واللي إحنا اليوم بأمس الحاجة لكل صوت نحكي عن فلسطين في ظل الظروف اللي عم بتصير حالياً.